السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أم شيرين وأيا. كما غتشوفوا معايا اليوم واحد الخريجة غادية للمال. اليوم عندنا السبت، عندنا المارشي وخارجة لقيتينو بحرا. خرجت دابا من الدار، هذه هي الحومة، ماشي الحومة، خرجت شوية بعيدة شوية على الدار. هذا هي الطريق ديالي اللي غتديني لافيل باش غنمشي للمارشي، ما بعيدش عليا، كنمشي غير على رجلي. اليوم عندنا المارشي وقلت غنشارك مع المتتبعين ديالي هاد الخريجه هادي، علاش لا. كما غتشوفوا معايا هنا وصلت لافيل، كما غتشوفوا معايا الدنيا بصراحه زوينه هنايا البنات. راه كنت ساكنه هنايا في لافيل، ولاني من بعد هادي شي عامين تحولت من هنا، رجعت حتى هنايا من لافيل لهاد البلاصه هادي اللي انا دابا فين كنسكن. على رجليا عندي 10 ديال الطريق، 10 ديال الدقائق ديال الطريق. كما تشوفوا معايا بديت هنايا بهاد الفلفله، بصراحه عندهم الفلفله هنا غاليه، كما كتشوفوا الثمن راه هو 6 اورو هذيك الفلفله الكيلو، عندهم الفلفله غاليه عند هادو. وهذا هو المارشي ديالنا ديال نهار السبت، كيكون عامر 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 بزاف. كما غتشوفوا معايا اليوم خاوي حيت الناس باقيين خارجين لي فاكونس، باقي الناس مساريه خارجه مساريه، هذاك الشيء علاش كتبان خاوي. خاوي من اللي كيبيع لا مني كيشري، ومرا مولف تبارك الله ما تلقى منين تدوز لهذا المارشي. هذا كيكون عندنا كبير المارشي نهار السبت هنايا، كيكون السبت عندنا وكيكون الاربع في البلاصه يا اخرى بعيد شويه على هنا بشي كان زمينوت، شي ربع ساعه ديال الطريق على هذه البلاصه هذه. ايوا خرجت اليوم قلت علاش لا، ما متتبعين ديالي نشارك معاهم هذه الخريجه هذه بصراحه. وجاتني الفكره ندير هذا الفيديو، دزنا انا والصديقه ديالي عند هاد عند مولات الورد، ناخذ شويه الورد، عجبنا بصراحه هاد الورد عندها زوين، وقد صورت هاد الورد هذا كيجي زوين زوين بزاف هنايا بلاصه. كاينين البنات هاد البلاصه كتكون غير السبت اللي كتعمر بصحابي الخضره المارشي الحوايج، وهذا هما كيما تشوفوا هنايا ريستورا، وكانت هاد البلاصه كتبقى خاوي، الناس غاديين جايين كيتساراو فيها. السبت كيكونوا هادشي اللي كيبيعوا ويشريوا هنايا بصراحه، واخا كيبيعوا ويشريوا غتوصل الجوج ماكسيموم، الجوج كيجمعوا ماكسيموم الجوج، ما تلقى حتى شي واحد كيبيع تما، عندهم واحد الوقيته اللي كيحبسوا فيها. وباش كيعجبوني كيجمعوا بلاصتهم، تقولي ما باعوا ما شراو، تقولي هي ديك البلاصه ما جلس فيها لا خضار لا حتى شي واحد، كتكون بلاصتهم نقيه بصراحه. ملي كيبيعوا ويشريو صافي كيجمعوا الباكاج ديالهم وكل شيء ديالهم، كيبقاو البلاصه نقيه. اخ عند هذا عنده داك الشيء ديال هذاك الشيء ديال الفلفله اللي بغى يغرس الفلفله مع طيشه، كل شيء عنده داك النقله ديال هذاك هذا الخضره. هنا عند هاد مول الكفاف، من بعد غادي نولي ندخل عنده غنشوف هاد مول الحوايج اللي في اكوتي ديالو. كما كتشوفوا معايا جابوا هاد الكسيوات زويونين، عندهم شي حويجات زويونين بصراحه، ودايرين فيهم لي سولد. دابا الصيف غادي وكي هما كيديروا لي سولد في داكشي ديال الصيف باش يدخلوا السلعه ديال البرد. كما تشوفوا معايا بصراحه كسيوات زويونين عندهم، هادو بانغو 4000 ريال ديالنا المغرب، هي بانغو 20 اورو. غادي ندخل وغادي نقول له على فكره غنصور، قال لي ماشي مشكل غير صوري، حيت ما تقدرش تصور شي محل الا ما استشرتيش مع مولاه، يقدر ما يبغيش حيت السلعه ديالو قدر. باش كنفادي انا داك علاش كتصوري، كنسقسيها كنقول لها خويا راه غادي ندير واحد الفيديو واش ممكن، وغادي نحطو عندي لاشين، كيقول لي ماشي مشكل غير صوري. البنات كما غتشوفوا معايا هادو دايرين بحال البينوارات، بالنسبه لك الناس اللي كيلبسوا داك الشيء قصير تقدر تلبس عليهم، هادو اللي كيلبسوا الجين وهذا تلبس عليهم، هذا كيجي مستور من اللور، هادو هما خرجوا دابا كيلبسوهم الناس، كيديروا كما كتشوفوا الثمن فانوغو بالحق راه هذا اليوم غير كنز كي قلت لكم، حيت دابا الصيف غادي كيرخصوا فيهم باش كيدخلوا السلعه ديال البرد. صراحه عنده داكشي زوين في هذا اللوينات اللي بغيتي، كاين
كما تشوفوا معايا هنايا زويونين، عندو هاد البينوارات هادو كيتلبسو، هادو ديال الخروج كيبانو لكم بحال ديال الدار بالحق ديال الخروج. هنايا عندهم هاد الكسيوات، بصراحة عندهم ما يدار في بالنسبة لهادشي ديال الصيف. هادو كيديرو 25 كيلو، 5000 ريال مغربية، هادو 20. عندهم شي حاجة زوينة مدخلين الحوايج الصيف، الكساوي زويونين بصراحة، عندهم هادكشي زوين، ماشي نقولو كاليتي 100% بالحق، هادكشي باش كدوز الصيف وصافي. هنا عندهم القواماج وكلشي عندهم صراحة، اللي بغيتي كتلقى عندهم. هاد الكسيوات حتى هما زوينين دايرين 20 أورو. نتمنى يا البنات هاد النوع ديال هاد الفيديوهات يعجبكم، ينال الاعجاب ديالكم البنات، كاع الناس اللي كتدخل عندي، المتتبعين ديالي، الناس اللي كتدخل عندي كتنساو ديروا اشتراك، ما غتخسروا والو. كتدخل عندي بزاف ديال الناس في التعاليق، ولايني انفعال ما كاينش، حتى كما كنقولوا اشتراك ما كاينش، كتبقى هذاك الرقم هو وفيقونا شويه من النعاس، ديروا لنا اشتراك باش نزيدوا نعطيو الحماس. صافي انا ملي كنشوف هذاك الرقم ما بغاش يتحرك، كنزيد نعجز، كنزيد نهبط، كنزيد نجلس. كما غتشوفوا معايا يا البنات رجعت عند هذا، صراحه عنده داك الشيء زوين 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 بزاف. راه كنت دائما كنمشي مثلا للمارشي هكا كنلقاوهم، ماشي ما كنلقاهمش، ولاني ما كنردش البال زعما ما كنديهاش فيهم في هذا الشيء هذا. بالحق اليوم مني مشيت كنشوف لقيت عندهم هذاك الشيء زوين بزاف البنات، هذاك الشيء مخدوم باليد، عندهم شي حاجه زوينه. وقلت له مسكين غادي نصور غندير فيديو، قال لي الدنيا هانيه، قال لي ادخلي وصوري. غادي يخرج مسكين هو من هذيك البلاصه ويقول لي ادخلي صوري، لي تري جونتي بزاف مسكين، قال لي صوري. هو غادي يخرج قال لي ادخلي صوري وخدي راحتك. بالحق انا هاد البلاصه هادي اللي عجبني بزاف هما هادو البنات، كيديروا في صال دوبا، كيديروا في بيت النعاس، الحوايج كتجمعي فيهم الحوايج اللي كيكونوا موسخين احسن من الشبكه، كيجيو زويونين احسن من الشبكه. انا حمقوني بصراحه، غادي ناخذ شي وحده منهم، غير الديكور ديالهم راه زوين كما غتشوفوا معايا. ها هما زويونين، هادشي راه كيخدموا باليد كما غتشوفوا معايا، عنده اللوان، عنده كبار، عنده الصغار، اللي بغيتي كاين، اللي عجباتك راه زعما الحجم اللي بغيتي صغير ولا كبير. وعندهم حتى داك الكفاف صغار، عندهم هذاك الطبق كيفاش كنقولوا حنا الطبق ديال الخبز، ولا كيديروا فيه الخبز، عنده كلشي بصراحه، عنده داك الكفاف كما كتشوفوا معايا راه هما مستفين تما. والبنات هذه حتى هي زوينه زوينه بزاف، وحرام لو بغات تحل ليا، عييت ما نهزها ونحطها ما بغاش تحل صراحه. عندي داك الشيء زوين البنات، خرجنا ومن عنده ودزنا عند هاد المول مكياج، غير بغيت نكمل ملاه معكم الفيديو صافي، ما خدينا من عنده والو بالحق. حتى كلشي كيتباع بصراحه في هاد المارشي هذا، مالين الحوايج، مالين المكياج، مالين المواعن، مالين كلشي، كلشي كاين عندهم بصراحه كما تشوفوا معايا. نتمنى البنات هاد النوع ديال الفيديوهات يعجبوكم وتشتركوا معنا، وما تنساوش ديروا اشتراك، كاع الناس اللي كتدخل عندي ديروا لنا اشتراك، فيقوني من النعاس، وراه عندي القناه ناعسه ناعسه ناعسه، لي كومونتير بزاف، الناس كتدخل بزاف الحق، اشتراكات ما